وبالنسبة مشاهدينا لأسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل الكبير على مؤشرات الأسواق الأمريكية فأغلقت كالتالي: في مايكروسوفت أغلقت عند $378.59 للسهم الواحد. أبل تتراجع ب10% عند $189.78، وميتا تتراجع كذلك ب1% عند $334.70 للسهم الواحد، وإنفيديا عند $482.46 للسهم الواحد، وكذلك هنا الفابت $136.41، وكوالكوم $128.20 للسهم الواحد، وارتفاع ب 45 سنت. أما أمازون يرتفع $1.02 عند $147.76، وتسلا ترتفع ب 74 سنتا عند $236.19 للسهم الواحد.